طيب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني اللي بينتظر منه انه يعلن قائمة المنتخب للمعسكر اللي جاي، المعسكر اللي هيكون في ابو ظبي في مدينة العين اللي هيأدي خلاله المنتخب مباراتين مع زامبيا يوم 12 والجزائر يوم 16 في فترة الأجندة الدولية الحقيقة اللي ضاغطة جدا على الأهلي وعلى الأندية المشاركة في السوبر الأفريقي، دور السوبر الأفريقي اللي هيبدأ 20 الشهر الحالي في دار السلام بتنزانيا بين الأهلي وسيمبا، عنده مشكلة حقيقية نتيجة هذا التلاحم مع الأجندة الدولية، والنادي الأهلي واقع في مطب كبير بشأن اللعيبة الدوليين. روي فيتوريا اللي حتى الآن لم يعلن اللاعبين المصريين المختارين، هو اكتفى بإعلان ال 11 لاعب المحترف في الخارج، لكنه تحدث الحقيقة عن استعدادات المنتخب الوطني للفترة اللي جاية، وقال إنه قال ان انا بالنسبه شايف انه الجيل الحالي من لعيبه المنتخب الوطني اللي خسروا مباراتين في نهائي كاس الامم الافريقيه ورا بعض، قال ان ده ممكن يكون امر ايجابي لتحفيز ورفع الدوافع عند اللعيبه العازمه على انها تكتب تاريخ جديد ليها. قال ان احنا هنحاول صناعه مزيج بين لاعبين جدد واخرين عندهم خبرات شويه، قال من المهم للغايه ان نكون محظوظين بما يكفي بخصوص الإصابات تحديدا، لأنه شايف طبعا ضغط المباريات وتوالي الارتباطات أمر مزعج جدا. قال لك أتمنى أن تتاح الفرصة للمدرب أنه يختار أفضل اللاعبين لتنفيذ أفكاره ويكون العناصر دي جاهزة ما هياش مصابة. قال للأسف في المعسكرات الأخيرة لم تتح لنا فرصة اختيار أفضل اللاعبين، فدوما كان يغيب عنا مصابون وهم لاعبون مهمون في الفريق، ونأمل أن نكون في الظروف المثلى في بطولة كأس الأمم الأفريقية في يناير اللي جاي في الكوت ديفوار. تولى فيتوريا طبعا زي ما كلكم فاكرين تدريب المنتخب من شهر يوليو اللي فات، وقاد المنتخب للفوز في 9 مباريات، لعب 9 مباريات فاز في 8، وده كان مسيرة طيبة جدا للفريق الوطني. تعليق قد يبدو غريب بس أنا شايفه مهم جدا، محدش حتى توقف عنده لانه مليء بالتناقض. انت مرتين توصل نهائي وما تكسبش، مره امام الكاميرون وتخسر 2-0، ومره امام السنغال وتخسر بضربات الجزاء، ثم مباراه فاصله للوصول الى نهائي كاس العالم وتخسر مع السنغال بضربات الجزاء. المؤشر ده المفروض ان يبدو انه مؤشر طيب للكره المصريه. يعني انت لما توصل مرتين ما يبقاش فيه كم النتائج السلبيه اللي تحطك تصنيف تاني ابدا في اي لحظه من اللحظات. تداركنا هذا الامر كويس، بس لازم نتوقف، وانا مع فيتوريا هنا، ان لازم بقى اللعيبه تحس التالته تبته باذن الله. ايوه.